عاملين ايه يا اصحابي في عرب تكنو؟ يا رب تكونوا بخير. في انجازات دلوقتي موجوده في لعبه بابجي موبايل وعليها نقط انجاز حلوه جدا 20 و50 و100 نقطه، بس الانجازات دي مخفيه من صفحه الانجازات، يعني لما تيجي تخش على الانجازات مش هتلاقيها. ومنهم الانجاز اللي فوق مني ده على طول اللي هو انجاز من اصابني وبيديك صندوق بريميوم. في الحلقه دي اشرح لك ازاي تعمل الانجاز ده في اقل من دقيقه. الحلقات اللي جايه ان شاء الله بنزل لكم بيت الانجازات الثانيه المخفيه واقول لك ازاي تقدر تعملها. المهم اوعى تنسى انك تدعمني دلوقتي بانك لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس ولايك وكومنت يشجعني ويدعمني في اللي جاي ان شاء الله. اول حاجه هتخش ماب في خريطه ليفيك، واول ما الطياره تيجي عند اول خط الطياره بتاعها او خط النزول تنزل من الطياره وتمشي عكس اتجاهها، تطير عكس اتجاهها وترفع الماوس لفوق خالص وتفضل دايس على زرار الدبليو علشان تخش الزون زي ما انت شايف كده، تبدا تدمج علشان لازم الدمج بتاعك ده هيؤدي الى موتك في الاخر، فلازم تموت في الجو، فتفضل رافع الماوس لفوق. انا مش عارف اللاعب اختفى راح فين، بس هتفضل رافع الماوس لفوق وتدوس على زرار الدبليو. اول ما تفتح البرجوت زي ما انت شايف كده تشيل ايدك من على زرار الدبليو وتسيبه متعلق في الهواء، هيقول لك انك انت مت خارج منطقه اللعب او في الزون. ده هتطلع، اول ما هتطلع بره زي ما انت شايف كده هتبص تلاقي الانجاز جالك اهو، بيقول لك من اصابني. ودلوقتي هفتح الصندوق اللي جالي ده بحظ كل واحد هيعمل اشتراك دلوقتي في القناه وهيدوس على لايك. هنبدا بسم الله، دوس استخدام، نخش نشوف ايه اللي هيجي لنا، يا ترى هتجي لنا دي؟ يلا بسم الله. انا مش هشوف حاجه. ها ايه اللي جه؟ حاجة جت حلوة؟ عشرين سيلفر؟ ماشي. طب هفتح الصندوق الكلاسيكي ده بحظ كل واحد هيعمل شير للفيديو ده. بسم الله. غمض تاني. نشوف هيجي لنا ايه. اللي جه؟ طرية. تاني بحظ كل واحد هيعمل كومنت حلو على الفيديو ده. مرة أخرى، مش هغمض عيني. اتفرج. ماشي. طب كويس، يوم بي سكن يوم بي، ما عنديش سكن يوم بي والله، حلو زي الفل والله، بحظ الناس اللي هتكتب لي كومنت حلو، حظكم حلو والله يا جدعان. يلا تعال نشوف ايه الصندوق اللي بعده. معانا صندوق إمداد. تعال نشوف هيديني ايه، يا رب يديني حاجة مسك. بس الصندوق ده بقى هفتحه بحظي أنا. اشوف حظ انا هيبقى عامل ازاي. يلا بسم الله. فتح صندوق، مش هغمض عيني برضه والله، غمض انا. شوف حظ انا هيبقى عامل ازاي. حاجه وحشه صح؟ really nigga 10. طب خليها 20 زي بتوع هيعملوا اشتراك ولايك حتى 10. ناقص بقى غير ان انا افتح صندوق الجندي وخلاص، واشوف وادوس تخطي كمان واشوف جزمه. يلا يا عم امشي من هنا يا عم انتوا صناديق. ولحد هنا اقول لكم اشوفكم في حلقات هتيجي كتير جدا على قناه عرب تكنو الفتره اللي جايه. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو اول مره تتابعني، ولو انت من العيله ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت. ولو عندك اي استفسار او اي سؤال في جروب على الفيسبوك وعلى التليجرام خاص بالرد على الاستفسارات، بنتجمع فيه كلنا، اللينكات هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. اشوفكم على خير في الحلقات الجايه يا اخواتي، سلام.